امضي لي هنا علشان هي ما تتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شوي. الف سلامه. ده انذار بتاعها من جوزك. خلاص خلاص فهمت. امضي وخلص.
يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك، يوم ورا يوم حبيبي مجانين وحبيبي اديني مريم. ايه المفاجاه الجامده دي؟ ده انتي هو انتي ولا انتي مش انتي؟ لان الحاجات دي مبقتش مضمونه يعني اليومين دول. لا انتي عادي. طب تعالي انا كده وحشاني البرفيوم بتاعتي. اقعدي بس اقعدي. انت مالك مقلقه ليه؟ في ايه؟ في ايه يا مريم؟ الله، في ايه يا مريم؟ ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. تعالي بس تعالي. الله، في ايه؟ ده انا قلت عيلتي اول ما جالك الانذار وقلت معايا المفتاح وعارفه العنوان. وبعدين انا زعلان منك. لا بجد زعلان منك. ايه انت لابساه ده؟ مفيش حته كده شفتيه شيء. حاجه بترتر بتلمع. بيبي دول من اللي موجودين جوه. الله، طب انت جايه ليه بقى؟ الو، ايه ده؟ انت جايه عشان عايزه تطلعي؟ قولي لاختك خليها تجيب الخمسة مليون وانا ارمي عليك يمين الطلاق تاني يوم. على تاني يوم ليه؟ ده انا اطلقك في ساعتها واديك الفيديوهات والشرايط وكل حاجه والصور. بس لغايه ما ده يحصل بقى انت مراتي يا حبيبتي. تعالي بس جوه كده نظبط بعض. طب وحياه امك مفيش خروج من البيت بقى على فكره. لا خفت انا والله. ارمي يا بنتي هبله البتاع اللي في ايدك دي، ارميها. ليسي، انت يا عم ليسي. ايه الحكايه؟ مش عربيته المركونه بره دي؟ ايوه هي عربيته. يعني جوه المفروض. وسعي لي بقى كده شويه بقى. ايه بقى؟ يا جماعه ما تظلموش يا جماعه، ممكن يكون بيستحمى بس ولا كده يكون نام. نام ازاي يعني؟ يقول لي هسبقك عشان ارتب القعده وبعد كده يجي ينام. تتكلموا كده يا باشا. كلمهم. بيردش يا جماعه. انا سمعت جرس جوه. بعدين انتوا ازاي ما سمعتوش؟ انا بيتهيألي ان انا سمعت جرس بس انا مش متاكد بصراحه. يا جماعه انا مش بيتهيألي، انا متاكد ان عيلتي جوه. طب لما هو جوه منفض لنا ليه؟ ممكن يكون شاط واحده كده ولا واحده كده ويظبط حاله. انت قاعد عبيط يا ابني. هو ليسي بتاع الحركات دي؟ ليسي بيبقى مركز قوي في اللي بيقع عليه. معاه جوه دي مش شاط. طب احنا هنفضل واقفين كده كتير ولا هنمشي ولا هنكلمه تاني ولا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره. انا هكسر الباب وهقفشه متلبس. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا بينا. ايه يا جماعه انتوا عايزين تخسروه ولا ايه؟ ما تهدى. ما خسرنا بالحركه البلدي اللي عاملها فينا دي. اهو شوف بيقول لك ايه؟ يا اخوات افتح لنا عادي، احنا مش هعمل حاجه ولا هقطع عليه، هنتفرج بس. إليسي افتح.
يا ليسي افتح يا ليسي. استنى ده بعت مسج يا معلم. بقول لك العيال الواطي ده جوه وسمعنا. ومش لوحده فعلا. يقول لنا نلم الدور كده ونمشي عشان ما واحد نمشي عند ام لولو. تعالى وعلي بقى كده يا معلم. تعالى هتعمل ايه يا مجنون؟ شوف انا هعمل ايه. انت هتقعد تتفرج عليا؟ خلاص اهو ادي هخبط اهو. تستفيدوا ايه بس لما تعملوا معاه كده؟ هتخلوه يخسر الموز اللي هتجيب له هدايا وتاخدوها انتوا منه بنص الثمن. يلا سيبوه براحته. يلا بس كده يعني. خلاص بقى في بتاع رولكس اوريجينال ب 10,000 جنيه يا شريف. هو يعني كان دافع حاجه من جيبه؟ مريم